7 تلقت غرفة العمليات اتصال من موقع الحارث في عند الأكر، والخبر أنه صار فيه انفجار وفي إصابات لسبع من أفراد الشرطة. فتم اتخاذ الإجراءات في يعني ضبط الموقع، ورأسا تم تحويل المصابين إلى المستشفى. أنا مريت عليهم بعد، جزاك الله خير. فيهم كانت 3 إصابات بليغة والباقي أخف، وهذول مرتكبي الحارث ما في شك أنهم يعني أخطأوا على روح. العدالة ما راح تترك. طبعا هذا الأسبوع هذا مو بالحادث لاحظنا أن في تصعيد في ممتلكات خاصة، في سيارات خاصة، في باصات. هذا الأمر في الواقع يا أخوان يجبني إلى شيء مهم، واللي هو أذكر بأن أنا اقترحت تعديل على القانون في العقوبات اللي تخص الاعتداء اللي تم على رجال الأمن، وأرجو أن هذا الأمر يعني يأخذ السرعة المطلوبة، لأن أنتم شايفين الحاجة. تطبيق القانون ما يكون فقط بالقبض، هي عملية متكاملة من إجراء القبض إلى إجراء التحقيق إلى الحكم إلى القانون نفسه. يعني إذا أنا مسكت شخص وبينتهي لي بعقوبة 10 دينار ولا بجنحة، ما أعتقد أن هذا الأمر في بعض القضايا مفيد. أما الشرطة من قال والله أن الشرطة عليهم نقص، لا الشرطة في وضع زين ومجهز ومسلح وحاضر ويرد عن نفسه، لكن القصد إحنا نحفظ أمن، مو بالقصد خسائر. إحنا نتجنب الخسائر فينا وفي غيرنا، الأمر في غاية الدقة. هذا شارع وهذا سلاح، وأنا قلت لكم قبل السلاح بينعطى وبيقرص الزنب والناس بتطيح في الشارع والدم بيسيل يمين ويسار، وبتيوني وبتقول لي تعال إيش صار، صار هني 1 وهني 10، وبعدين أنا بطلعكم من السالفة. أنا ما مات عندي شرطي واحد ما مات سنة كاملة من عقب الأحداث اللي صارت. صح انصابه صح، لكنه هو في سيارة ومحمي وثيابه، صاروا ناس انجرحوا صح، لكن الحمد لله لحد الحين ما راح. أنا ما أقول لأنه هو يترك مسافة، لكن اللي شال اتفق ورمى بيصير في ناس، صار في تصعيد نوعي. أنا بصعد بعد في إجرائي في تموضعي في تعبئتي، شو نتعامل لازم لكل وضع له موقف. صار في تصعيد نوعي أنا بصعد.